واحد حب يهين المتنبي، فقال له رأيتك من بعيد فظننتك امرأة. شوف المتنبي رد عليه قال له ايه، قال له انا رأيتك من بعيد فظننتك رجلا. هذه الردود بقى، هذه الردود التحفة، لا بغلط ولا بقول، بس ايه بثبت اللي قدامي. واحد قال له جحا عرفتك من حمارك، قال له فرد عليه هكذا الحمير تعرف بعضها. يعني حاجة جميلة يعني. راجل بيقول للامرأة انتوا بتتكلموا كتير ورغيين، احنا بنتكلم اقل منكم. قالت صح، لان انا بنضطر نعيد الكلام ونكرره عشان اللي قدامنا يستوعبه. قال لها قصدك ايه يعني انما بنستوعبش؟ قالت له اهو تاني شفت، اديني اعيد الكلام واضطر اعيد واكرر عليك الكلام تاني. هو ده الصح، هو ده فن الرد. احنا متفقين ان احنا عندنا ضعف في التواصل، مش اتصال، احنا بنتصل ايوه فلان ايوه لا ايوه كذا والدنيا كلها فيها تواصل، لكن التواصل التحاور فنه مش موجود عندنا، فن التواصل مش موجود، فن الرد، جمال الرد، الردود المسكتة. الله الحلقة جميلة دي، انا بحب الحلقة دي عشان وقف الناس عن ده بالادب والذوق والاحترام والرقي، ومحدش يمسك عليه غلطة. فن الكلام والرد، ودي مهارة، مهارة زي ما احنا اتفقنا بقى يبقى سهل اكتسابها. شفت الراجل اللي بيعمل بقلاوة ها تك تك تك، ما بيشوفش اصلا، عارفين الراجل اللي مش عارفه اللي واقف فين كده، كان زمان بيعملوا بقلاوه يحط عليها سكر، حاجات تحفه جدا جميل، هو بقت مهاره عنده، بعكس اول مره ممكن يعمل كده. وطب يا ترى دي قد دي والكره دي حاجه عجيبه، ده بينزل الكور كلها قد بعض. المهاره سهل اكتسابها، كمان بتبقى مهاره تراكميه بقى، ده انت عندك خبره تسكت ازيت قوي، فبقى عندك خبره ما شاء الله من الايام، لكن تتوتر فتتنرفز فتزعق فتعمل ما انتش ما خدتش حق، وتفضل متضايق ابو العيد بيها الموقف تاني، ده حرقت برضه اقول ده انا مش عارفه. لا تعال تعال النهارده نعرف ازاي يبقى عندنا فن الرد وجماله، ازاي اقول الكلام والجمله في وقتها ووقف اللي قدامي لحد بالاسلوب وبالطريقه، وقت ما تتعرض للمشكله او يتعرض عليك امر معين من مشاكل السخريه اعمل ايه؟ مش تقعد بعدها بسنه ونفضل نقلب في نفسك بقى، يا ريتني كنت رديت، يا ريتني كنت ما قلتش كده، يا ريتني كنت قلت. تعالوا النهارده نتعلم مع بعض نقطه كمان، معظمنا على فكره اتعلم الكلام من اللي حواليه، فطبيعي انك انت تاخد منهم الالفاظ اللي بيقولوها او الردود، تبقى صوره منسوخه، تبقى الاصل من اللي فات ومن اللي جاي ومن اللي حواليك. النهاردة في حلقتنا نتعلم إزاي نرد بأفضل الكلمات ونرد بطريقة صحيحة، خصوصا لو حد أذانا وجرحنا بكلماته، نرد بأدب وإفحام، لا بأس ببعض الإفحام، إيه المشكلة، بس نعرفه إنه غلط بدون أنت ما تغلط. ودي مهارة عارفين بيعلموها مين؟ للسفراء والسياسيين والدبلوماسيين والإداريين اللي بيخاطبوا الجماهير. طب الجماهير إزاي ترد بشياكة؟ بعكس بتاعت فرنسا، مالولها في مجاعة ومفيش عيش، قالت لهم كلوا بسكوت بس، فشلت. فشلت إزاي أرد وأرد صح؟ إحنا هنتعلمها عشان نعرف يعني نوقف اللي بيأذونا بالكلام.